مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. المهزلة والانحطاط، سوف ترى مع قناة الملكة والأمير مدى التعصب الأعمى التي وصلت إلى الإعلام وإلى كل منزل. ليس للقول وليس لهذا الفعل بذاته، بقول أخوتنا المسلمين صل على النبي ليس له أي شك وليس عليه أي حظر، فهم يرغبون دائما في هذه المقولة حبا في رسول الإسلام، وهذا لابد أن نحترمه لأن كل إنسان يحب دينه ويعشقه، ومن أجل الحب لله بالآخر. صلى على النبي أولي الشهادة رواد تواصل يستنكرون حديث نجلاء الشرشابي للشيف ساندرا مكاري وكأنها تدعوها لدخول الإسلام. ماذا قالت الشيف؟ أصارت الشيف نجلاء الشرشابي الذي كان يعشقها أو تعشقها كل امرأة في منزل مصر، غضب عدد كبير من المصريين، حيث قالت للشيف ساندرا مكاري المسيحية خلال تقديم برنامجها على قد الإيد صلي على النبي كده وقولي الشهادة. لو كانت قالت لها صلي على النبي فقط كانت تبقى مبلوعة، لكن تقول لها صلي على النبي قولي الشهادة، هل تطلبي منها أن تشهد بالإسلام؟ كل إنسان وله الحرية أن يختار دينه، وهي على علم جيد أنها مسيحية. ووجه أولئك للشرشابي تهم التعصب وعدم احترام دين الآخر. ومن بين التعليقات الغاضبة، هل يعقل في برنامجه على الهواء أمس اللينك؟ أول تعليق تتجرأ مقدمة برنامج الطبخ تسمى نجلاء الشرشابي على زميلة لها تسمى ساندرا مكاري وتستخف دمها في أثناء الحديث، تطلب من ساندرا أن تصلي على النبي وتنطق الشهادة بالإسلام وتضحك ضحكة بلهاء وكأنها تدعوها لدخول الإسلام، ويمر هذا التطاول دون تحقيق وكأن شيئا لم يكن. ما الذي أقحم الدين في برنامج طبخ؟ نتمنى أن يتم إجراء رادع لهذه المذيعة، هذه الشيفة، هذه الطباخة التي رأت أن الدين يدخل في كل شيء. أيتها السماء صبي غضبك على الأغبياء والسفهاء إن كنت ترى أن دينك على حق. ليس من حقك أن تقتحم خصوصيات الآخر. مدان بالإعدام، تركيا ترفض منح جنسيتها للإخوان وجدي غنام الإرهابي. رفضت السلطات التركية منح الداعية المصري الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنام جنسيتها. وقال غنام في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، أنه حزين بسبب رفض أنقرة منح الجنسية. كما أضاف أنه تقدم بطلب الحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات، وحتى الآن على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على علاجه في تركيا، ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان مشيرا إلى أنه يبحث عن بلاد جديدة تأويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا. إلى ذلك، علمت العربية نت أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من شباب وعناصر الإخوان بينهم إعلاميون وصحفيون ودون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بالإعدام شنقا وبإجماع الآراء الأعداء الأعضاء للداعية وجد غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهم التأسيس خلية أطلقوا عليها خلية وجد غنيم لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر
وأسندت النيابة المصرية للداعية الهارب وآخرين معه بأنهم في الفترة من 2013 وحتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف القانون العرض منذ منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما أكدت أن النيابة أن الداعية تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم. من هو وجد غنيم؟ وجد غنيم اسمه الكامل وجد عبد الحميد محمد غنيم، مواليد 8 فبراير 51 بمحافظة الإسكندرية من قيادات جماعة الإخوان، أبعد من البحرين عن عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق، وسافر إلى دول عدة منها إنجلترا التي طرد منها وتم منعه من دخولها مرة أخرى بتهمة التحريض على الإرهاب، واعتقل لعدة سنوات في سجون مصر كما اعتقل في كندا وأمريكا وسويسرا وجنوب أفريقيا واليمن. وفي عام 2019 قررت السلطات التونسية منع وجد غنيم من دخول البلاد بعد إصابته وتهجمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. أحبائي وأعزائي، مهما حدث ومهما تألمت ماذا يحدث، ولكن العاصفة الترابية مصنع مهندسة سقطت عليها لوحة إعلاناته بالعاشر من رمضان. تعرضت مصر بالأمس عاصفة ترابية أدت إلى سقوط لوحة إعلاناته على سيدة بالقرب من مول تجاري بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية، ولقيت السيدة مصرعها وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة تدعى رانيا مصطفى وتعمل مهندسة، وكان استقبلها مستشفى الهلال الأخضر في مدينة العاشر من رمضان جثة هامدة. رحمها الله وحفظ الله مصر، ونطلب من الله أن يرفع عنا الغلاء والوباء وأن يحافظ على رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصلوات غبطة القداسة البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية. وأدعوكم أخوتي وأحبائي إلى الإشراك في قناة الملك والأمير التي تحاول دائما أن تكون وتبث لكم كل ما هو جديد وكل ما هو صادق. أشكر معاليكم وحضراتكم على تعليقاتكم الجميلة والشيقة والممتازة، ومهما كانت إيجابية أو سلبية فندعو دائما أن يقبل الله معنا، ولنقل للرب أنه هو إلهنا إله السماء والأرض الذي رفعنا من السقوط والهاوية وأنقذنا من إبليس. أشكركم أحبائي وأعزائي وأتمنى لكم الخير. سلام الرب يكون معكم.